صباح النور وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صباح النور اليوم الثلاثاء 20 من أغسطس 2019. صباح النور وعد. صباح النور راوية وصباح النور لكم مشاهدينا. فقرات عديدة ومفيدة في حلقة اليوم، والبداية من المكتبات المعلقة في المغرب وإلى سلطنة عمان وتقرير عن كهف تيق العماني الحفرة الأقدم في العالم. في فقرة أمهات نتحدث عن تسمم الحمل أسبابه وسبل علاجه، ونتعرف كيف نقوي عضلات المعدة ضمن الجسم السليم. أما في مطبخ صباح النور فطبق جديد مع شيف راسم اليوم. صباح النور شيف. صباح النور. صباح ما هو طبق اليوم؟ اليوم عاملين صنفين بالمعكرونة، واحد فتة والثاني بدنا نعمل فيه محمرة بالجوز مع المعكرونة. جميل، نعود إليك بعد قليل إذن كالعادة، شكرا لك. ومن حيفا يا وعد نتعرف على امرأة ناضلت بالشعر من أجل الحرية. ذيل روبوتي أو طرف جديد لتصحيح توازن البشر في خبر اليوم. وكيف نحصل على محتوى جديد لصفحاتنا، موضوع فقرة سوشيال ميديا لليوم. نعم راوية، ثم نذهب إلى الأردن وتقرير عن محمية دانا التي تدعى الجنة الخضراء. وإلى الدوحة لنتعرف على كيفية اختيار الفساتين قبل شرائها. في أستراليا اللعب بالطين ضرورة صحية للأطفال. والختام مع قضايا مستقبل العولمة بين التنمية والانفتاح والجيتو. إذن نبدأ راوية من حي العزيفات بمدينة طنجة الذي يعرف مبادرة شبابية فريدة. طبعا يبرز فيها دور المجتمع المدني المحلي الذي زود زقاق حي العزيفات بمكتبات معلقة. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. يوسف سلامة شاب مغربي صاحب فكرة المكتبة المعلقة بدرب العزيفات بمدينة طنجة، يرتب الكتب في مكانها المختار بعناية حتى تكون في متناول المارة وأطفال الحي. هذه المكتبة يعني تضم مجموعة من الكتب يعني لفائدة الأطفال مثل القصص والمجلات والكتب يعني والروايات التي تهتم يعني بفكر الطفل، وكذلك هناك بعض الكتب يعني كتب القانون وكتب يعني تاريخية. الطفلة حسناء أولى القارئات لما جادت به مكتبة اقرأ بحيها، حيث تعرب عن مدى تطلعها لمزيد من المبادرات المماثلة. هذه المكتبة هذه كتجي الأطفال باش يقرأوا ويعدلوا بها بزاف الحوايج، وأنا كنطلب الناس يبقوا يجيبوا الكتب من هذه المكتبة هذه، كنتمنى تجي هذه المكتبة في أي حي آخر ماشي في الحي ديالنا. إيقاع الترحيب نفسه لا تخطئه العين لدى ساكنة الحي بمختلف فئاتهم العمرية، سواء في ذلك الطفل والشاب أو الشيخ والكهل. ديانا بزاف لنا الأصدقاء ديالنا صغارين، خوتنا صغارين، أصدقاء الحي كاملين، الناس ديال الحي كاملين، وحنا فخورين بهذا الإنجاز اللي أنجز به يوسف السي يوسف وفرحانين بزاف. يعني وعد بظل تراجع أعداد الناس الذين يقرؤون، من المهم جدا هذه الأفكار لتشجع الناس اللي كان كبارا أو صغارا على القراءة. صحيح راوية، والقراءة هي نوع أيضا من أنواع الهوايات اللي بتخلينا نتحدى الملل طبعا في هذا العصر. وهذا هو سؤالنا لليوم مشاهدينا، كيف تكافحون الملل؟ ننتظر إجاباتكم على رقم الواتساب الذي يظهر أمامكم، بالإضافة طبعا إلى أرائكم وتعليقاتكم على صفحات برنامجنا. البداية كالعادة سياسية وآخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية، تشعن عليها زميلة ليلى البشارة في فقرة مع الخبر. صباح النور وعد. صباح النور. صباح النور.
مشاهدينا صباح نور، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قالت تقارير إعلامية إن قوات الأسد اقتحمت الجهة الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون وسط معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى الالتزام بالهدنة في إدلب السورية، ورد بوتين بأن قوات بلاده تدخلت فقط لمواجهة الإرهاب، كما جددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالهدنة. أرجأت الرياض قمة كانت دعت إليها لحل قضية عدن وتشكيل حكومة تضم الأطراف كافة، وذلك بعد أن رفضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الانسحاب من ميناء عدن بحسب ما أعلنت مصادر يمنية لرويترز. وقالت المصادر إن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة مرتبط بانسحابه الكامل من عدن أولا وإنهاء الانقلاب. في هذا الوقت أعلن التحالف والذي تقوده السعودية إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين في صنعاء، مستهدفا عددا من الكهوف المخصصة لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة التابعة للحوثيين. يترقب السودان الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي اليوم بعد تأجيل جاء تلبية لطلب تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تراجع عن بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الأولى. وأفادت تقارير عالمية بأن قوى الحرية والتغيير ستعلن عن أسماء ممثليها بعد الإعلان رسميا عن تشكيل المجلس السيادي، ومن المتوقع أيضا أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية في غضون 10 أيام. أكدت الخارجية الأمريكية أن مساعدة الناقلة الإيرانية غريس واحد التي غادرت سواحل جبل طارق باتجاه السواحل اليونان قد ينظر لها كدعم لمنظمات إرهابية. وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إبلاغ اليونان موقف واشنطن المعارض لناقلة إيرانية تنقل النفط لسوريا بشكل غير شرعي. من جانبه أسف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسماح للناقلة الإيرانية بمغادرة جبل طارق. قال مسؤول في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن 4 محطات مراقبة نووية في روسيا توقفت عن إصدار أي بيانات فيما يتعلق بالانفجار النووي الغامض في 8 أغسطس آب الجاري والذي أودى بحياة 5 علماء نوويين. وأضاف المسؤول الرفيع لCNN أن الخبراء يتواصلون مع روسيا لاستئناف عمليات المحطات بأسرع ما يمكن. وقالت منظمة حظر التجارب النووية إن محطتي مراقبة المواد المشعة الروسيتين المسمات دوبنا وكيروف توقفتا عن نقل البيانات في غضون 2 من الانفجار الغامض. مشاهدينا ختام الموجز، ننتقل الآن إلى جولة الصحف العربية ونبدأ الجولة مع القدس العربي. الصحيفة اهتمت بتطورات الملف السوداني على مستويين، الأول إرجاء الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي بسبب اعتراضات في تجمع المهنيين السودانيين، والثاني متابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي اعترف بتلقيه 91 مليون دولار من السعودية والإمارات. الآن إلى الكويت. الجريدة الكويتية تابعت التطورات المتسارعة في الملف السوري وتحديدا فيما يتعلق بمعارك خان شيخون بإدلب، إذ دخلت دمشق وأنقرة للمرة الأولى في مواجهة علنية بعد استهداف رتل للجيش التركي بنيران قوات الأسد. الوجهة الآن هي إلى تونس. الشروق التونسية توقفت عند انتعاش سوق التنازلات بين الرؤساء في إشارة إلى الانتخابات المرتقبة لمرشحين لرئاسيات عام 2019 المرتقبة في منتصف في سبتمبر أيلول المقبل. إلى الخليج، الوجهة هذه المرة إلى سلطنة عمان تحديدا. صحيفة عمان اليوم العمانية اهتمت بالأزمة المالية داخل السلطة الفلسطينية والتي أطاحت بمستشاري رئيس السلطة محمود عباس الذي أنهى خدماتهم في خطوة قيل إنها جاءت لتخفيف النفقات للحد الأدنى.
نعود إلى لبنان. صحيفة الجمهورية في لبنان عكست المخاوف من الجو السلبي لناحية التصنيف الائتماني للبنان في ظل التوقعات بتخفيضه إلى سي سلبي، مع ما يعني ذلك تخفيض الثقة بلبنان، ما يجعله بلدا غير قابل للاستثمار فيه. ونختم الجولة مع صحيفة العربي الجديد. احتل الملف السوري العنوان الأساسي للصحيفة، وفيه حديث عن محاولة أخيرة لإنقاذ خان شيخون. الآن إلى صورة الغلاف، وهي عن تظاهرات وهي من تظاهرات هونغ كونغ المتواصلة، وإشارة إلى صراع الهويات بين أهل المدينة والصين. إلى زاوية الحدث التي استحضرت الملف الفلسطيني في ظل التصعيد بين الاحتلال وغزة، مع توقعات بأن يخطط الاحتلال لعملية ضد القطاع، لكن دون أن يخفي خشيته من انتفاضة جديدة بالضفة. وأخيرا مشاهدينا، مع كاريكاتير العربي الجديد، وفيه رسم لرجل خليجي في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي، بينما يصوب المسدس على الصقر الذي يمثل الشرعية اليمنية، أيضا في إشارة إلى الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن جنوبا. والرسم لرسم الكاريكاتير عماد حجاج. مشاهدينا، مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى ختام الجولة على ما تضمنته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. اللقاء الثاني هو على رأس الساعة. الآن نعود لمتابعة برنامج صباح النور. شكرا راوية. نذهب راوية إلى عمان، حيث اكتسبت حفرة كهف تيق شهرة عالمية منذ اكتشافها في العام 1997، وذلك باعتبارها واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم. كاميرتنا كانت هناك وعدت لنا بالتقرير التالي. اكتسبت حفرة طيوي عتير المعروفة باسم بئر الطيور شهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم منذ اكتشافها في العام 1997 من قبل فريق من المغامرين السلوفينيين بالتعاون مع جامعة قابوس. يبلغ حجم حفرة تيق حوالي 975 ألف متر مكعب، ويتراوح طول قطرها من 130 إلى 150 متر، أما عمقها فيصل إلى 211 مترا. وقد أدى جريان الماء على طول الأودية التي تصب في الحفرة إلى إذابة الصخور، وبالتالي إلى تكوين الحفرة. أنا من الأردن، وصراحة سمعت بالمنطقة كثير، سواء زملائي من الجوجل، فحكوا لي أنها أكبر منطقة بالعالم كحفرة إذابة، يعني حفرة طيق. فيجينا إحنا للأهل عشان نشوفها ونتعرف عليها، وحلو يعني أشياء هيك فريدة بالعالم الواحد يطلع عليها، خصوصا بالجو الحلو اللي هو خريف صلالة. فالمكان حلو صراحة، وفرصة لأنه استغلنا إجازة العيد يعني عشان نحلم فيها. صحيح اللي عرفت عنها انها هي اكبر حفره اذابه بالعالم، ويعني لها خصوصيه انها قديمه جدا ومن المواقع الاثريه على مستوى العالم معروفه. جوجل حكى عنها كثير، الناس كثير يعني صراحه مصروعين فيها. فمن كثر ما سمعت عنها قلت خلاص لازم انا والليله نيجي نتفرج عليها، نستغل الاجواء الحلوه والاجواء الربيعيه مع الرذاذ المطر، صراحه حلو كثير. فسحة كهذه من الجمال والطبيعة ضرورية طبعا في صباحاتنا قبل الانطلاق بمواضيعنا. وموضوعنا التالي صحي طبي يهم العديد من النساء، إذ تتعرض بعض النساء للإصابة بتسمم الحمل في مرحلة حملهن الثانية، أي ابتداء من الشهر الرابع وحتى الشهر السادس. التعامل الخاطئ مع هذه الحالة
أو عدم اكتشافها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة سواء على الأم أو على الطفل. طبعا للحديث عن تسمم الحمل أعراضه وطرق التعامل معه نستضيف الدكتورة نادين قسيس اختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد ضمن فقرة أمهات. صباح النور دكتور وأهلا وسهلا بك. يعني بداية ما هو تسمم الحمل وكيف يمكن أن يؤثر على الأم أو حتى الجنين؟ صباح الخير أول شيء لكم للمشاهدين. تسمم الحمل أو مسميه بريكلامبسيا كتعبير طبي هو شغلتين، وجود شغلتين، ارتفاع الضغط في الحمل بعد الشهر الرابع أو الأسبوع العشرين ومترافق بارتفاع كمية الزلال بالبول أو مسميه البروتيين بيرتفعوا بالبول. أوكي؟ ترافق هول حالتين مثل ما قلنا هن هيدي الحالة بتشكل خطر على حياة الجنين وعلى حياة الأم، يعني الاثنين سوا معرضين للخطر إذا ما منكتشفها بالوقت المناسب وإذا ما منعالجها بالوقت المناسب. أوكي؟ نعم. طيب كيف يتم اكتشاف هول الحالتين تحديدا يلي بيستدعوا فحوصات؟ يعني ما في المرة يمكن كثير تشعر فيهم في المنزل. هلا في بعض الحالات الغير متقدمة نكتشفهم بالزيارة الشهرية، مشان هيك الزيارة الشهرية هي كتير مهمة لأنه فيها نكتشف فيها قصص المرأة لا تشعر بها مثل ما أنت عم تقولي، ومرات هي بتشعر بشي فبتجي معقول ترتفع تحس بارتفاع أو بوجع رأس، ألم رأس، بضيقة نفس، ما عم تقدر تاخد نفس مزبوط، بتحس بحركة الطفل خفت، فيها تحس بورم فجأة بكل الجسم مش بس بالرجلين باليدين وخاصة بالوجه. كمان بتكون يمكن أخذت ضغطة بالغلط، حست وجع رأس وأخذت ضغطة بالصيدلية أو حدا بالبيت أخذ لها ضغطة وكان مرتفع. نعم. أو بالزيارة الشهرية بناخد نحن دايما الضغط بأول الزيارة ومنلاقي أنه الضغط أعلى من 14 على 9. يعني الضغط الواطي وتكون 9 أو أعلى أو الضغط العالي 14 أو أعلى منشك نحن أنه في ارتفاع بالضغط ولازم نبلش بالفحوصات اللازمة. وأكترية الوقت منفوت في دخول مستشفى للمراقبة للأم والجنين واستكمال الفحوصات وبداية العلاج. نعم. طب من هن النساء الأكثر عرضة لتسمم الحمل؟ يعني ما هي العوامل التي تساهم بذلك؟ أوكي. في عنا عدة أسباب. أول شيء عندما تكون المرأة حامل بالطفل الأول هي أكثر شيء معرضة لحصول هيدا الشيء. إذا كان عمرها هي وحامل أقل من 20 أو أكثر من 40، إذا كانت نحيفة جدا أو كانت بدينة جدا، إذا كانت حامل بتوأم وأكثر، إذا كان أمها والدتها أو أختها تعرضت لهذه الحالة هي معرضة أكثر. نعم. إذا عندها ارتفاع ضغط قبل ما تصير حامل أو إذا عندها سكري قبل ما تصير حامل أو عند المرأة السوداء كمان معرضة أكثر من غيرها لهذه الحالة. طيب دكتور هل ممكن الإصابة بتسمم الحمل بعد الولادة كأحد مضاعفات الولادة؟ مزبوط. هذه الحالة فيها تبين من الأسبوع العشرين لنهاية الحمل وحتى 40 يوم من بعد نهاية الحمل فيها تصير هيدا الإصابة، يعني لأنه الهرمونات تبع الحمل ما بتوطأ إلا للأسبوع بين حتى أسبوع السادس و12 من بعد الولادة. طب ما العلاجات المتبعة؟ يعني عندما تأتي المرأة وتكتشفون أن هناك حالة تسمم بتدخل إلى المستشفى وبتجري فحوصات، ما البروسس أو العلاجات المتبعة وهل قد يصل الموضوع إلى الإجهاض أو حتى ولادة مبكرة؟ هلا الإجهاض عادة لا، لأنه وقتها تصير هي بعد الأسبوع العشرين وإذا بعد الأسبوع الأربع وعشرين يعني بهالحالة عادة الجنين بعيش، يعني هي أكثر ولادة مبكرة. يعني العلاج النهائي والفعال هو الولادة، بس نحن بدنا تم حالة الولادة بوقت الجنين فيه عيش. يعني عنا هدفين، أنه الأم ما يصير عندها مضاعفات وما يعني وتعيش، والولد إذا شلناه يعيش. فأول علاج هو مننزل الضغط، أوكي؟ يعني لازم يكون أقل من 16 والضغط الواطي لازم يكون أقل من 10. هلا إذا 14 على 9 هيك فينا ما نعطي دواء ضغط بس مراقبة. بنعطي كورتيزون للأم لحتى ينمو رواية الجنين، لحتى إذا صار في ولادة مبكرة ما يعمل مضاعفات في الرئتين.
ويكون في دائما مراقبة دقيقة بالمستشفى لدقات قلب الجنين، لضغط الدم، يعني كيف عم يوصل الدم من الأم للجنين، لنمو الجنين، كمية المياه عند الجنين، ضغط الأم، الأنظمات تبع الكبد فيهم يرتفعوا عند الأم، كمية البروتين إذا كتير عم تعلى عند الأم، كل هول يعني العلاج هو هدفه نوطي الضغط لما يصير في مضاعفات عند الأم وننمي روية البيبي وقد ما فينا نطول للولادة لحتى الطفل يعيش. في حال استمرار هذه الحالة بعد الولادة، هل تتبع نفس العلاجات وشو بيكون يعني المتوقع مع استمرار؟ بعد الولادة إذا طولت بنعطي دواء ضغط وبننتبه انه في خطر للام هو نوبات الصرع، يعني بنعطي دواء قبل الولاده وبعد الولاده للوقايه من الصرع، نوبات الصرع اللي هي احدى المضاعفات عند الام لهيدي الحاله وهو المغنيسيوم. اوكي، واكيد بنعطي دواء للضغط لحتى نحافظ على ضغط معين من بعد الولاده. هل ممكن ان يتحول الى مرض يعني؟ لا، عاده الضغط يتوقف من بعد 40 يوم من بعد الولاده. ما بيشكل خطر ليصير في ضغط بعدين. نعم. هل يمكن للمراه الحامل ان تقي نفسها قبل الوصول إلى هذه الحالة؟ هلأ في عنا فحوصات دم جديدة تنعمل بالشهر الثالث اللي هي فيها تعطينا يعني نسبة إذا في خطر يرتفع الضغط خلال الحمل، وإذا الخطر مرتفع ما بيعني أنه على الأكيد رح تعمل ضغط، بس فينا نعطي مسيل للدم هو الأسبرين تقريبا بين 100 ميلي جرام و 160 ميلي جرام من الشهر الثالث لحتى نهاية الشهر الثامن، وفينا نتوقع هذه الحالة. أو إذا صار معها في حمل سابق بنعطي دغري أسبرين من الشهر الرابع لشهر الثامن في الحمل اللاحق. كل الشكر لك دكتور نادين السيس الاختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد على كل هذه المعلومات. شكرا لوجودكم. شكرا جزيلا لك. سنذهب وعد إلى فاصل، نتابع بعده فقرتنا الرياضية لنتحدث عن التمارين التي تقوي المعدة بالإضافة إلى نافذة من حيفا، فتابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. رياضة راوية، نذهب إلى الرياضة وموضوعنا اليوم كيف، ما هي التمارين الأساسية لمعدة قوية ومشدودة؟ التفاصيل كلها أكيد مع المستشار في اللياقة والصحة البدنية جان بيير فغالي في الجسم السليم. صباح النور لكم. صباح النور. من المعروف أنه تمارين المعدة يعني نظام غذائي صارم، صحيح؟ صحيح. اعطينا تفاصيل شوي أكثر قبل يعني ما نفوت بالتمارين الرياضية. يعني إذا ما زبطنا أكلنا وعملنا شوية تمارين كارديو ما بتبين معدتنا. هي عادة معدتنا موجودة عندنا بقلب الجسم، يلي بيغطيها هو طبقة الدهون يلي بتكون نحن بنجمعها من وراء الأكل. نعم. ولما نظبط أكلنا ونخسر هذه طبقة الدهون يلي موجودة تلقائيا بتبين معدتنا. يعني بطريقة أخرى، قد ما عملنا تمارين للمعدة إذا كان في شحوم على هذه المنطقة لن نستفيد ولن نرى العضلات المرغوبة. إذا بدك لن نرى العضلات بس نستفيد يعني كقوة نكون قوايا بس ما نشوف العضلات إلا لنخسر هذه الطبقة من الدهون على الخالص. نعم. كم عدد المرات التي تنصح بممارسة تمارين خاصة بالمعدة بالأسبوع؟ فينا ثلاث مرات. فينا ثلاث مرات، مش أكثر من 10 دقائق تمرين المعدة بكفي. نعم. فلنبدأ إذن بالتمارين إلا إذا كنت تريد إضافة معلومات أو نصائح. نو جلدة رح تساعدنا فيهم وهلأ نحن عم نتمرن ونشوف شو في نصائح. أنا بس سوف أضيف سؤال لو سمحت جان بيير. التمارين المعدة يجب أن تترافق مع تمارين لمنطقة الخصر حتى نحصل على نتيجة أجمل، صحيح؟ صحيح. هلأ نحن مثل ما بنعرف أنه نحن تمارين المعدة بس هي تمارين الكور، يعني هي التمارين داير لنص الجسم اللي هي حامية لنا ظهرنا ومعدتنا وحاملة نص الجسم الفوقاني. نعم. فاذا لما بنمرن المعده بنمرن كل هيدوني معه. طيب منطقه الخصر يلي عاده شوي بنهملها نحن في النادي الرياضي اذا ما كنا تحت اشراف مدرب محترف، هل هي يعني لها عضلات خاصه بها ام هي عضلات ثانويه للمعده؟ لا كل وحده لها شغلها، يعني عضلات المعده لها شغلها، عضلات الخصر لهم شغلهم، عضلات الظهر لهم شغلهم. هلا رح نشوفهم كلهم. حنشوف معك صح كل صحيح التمارين. رح نبلش بتمرين الخصر اول تمرين على الواقف، رح نروح تدريجيا من الواقف
على البنش ورا البنش رح نعمل على الارض. سو هيدي الحركه عم شغل خصر اذا حدا مبتدئ او في يعملها بالبيت كمان ما بدها ولا هو واقف بيعملها. فكده رح تعملها 8-9 مرات لحتى تشوفوها كيف، وبنرجع بنكفي التمارين وراها رح نعمل على البنش. رح تساعدنا جلدة بالبنش كمان بتمرين البنش. في عنا 3 تمارين. اول تمرين رح نعلي اجرينا لصوب صدرنا، رح نطلع فوق لحتى ننتبه على رقبتنا، رح نعملها 8 مرات. بهذه الطريقة بنكون عم نشد معدتنا. ننتبه لشغلة كثير مهمة، انه نحن عم نشد معدتنا نطلع كل نفسنا لبرا. نعم. اوكي؟ سو بعد ما تخلص هيدي الحركة بتاخذ نفس بتجلس لحتى ما تعمل كرام، بترجع تعمل يلي وراها. نعم. يلي وراها رح تكون بشكل مختلف، رح نجيب ركابنا لصدرنا مش نطبق ونتطبيق، صح. بهالطريقة كمان بتكون عم تشد معدتها. بذكر كثير منيح التنفس كثير مهم بتمارين المعدة. يعني فينا نعمل معدة نحن قاطعين نفس ونكون عم غلبت طريقة سيستم الجسم. سو بتذكرها كثير منيح لجلدها انه على طول لازم تطلع لفوق كرمال رقبتها ما تضلها منحنية. نعم. كمان بتاخذ بريك بتريح بترجع بتنزل على اخر تمرين هي وقاعدة على البنش، رح تعمل يلي مثل ما بنقول له هو المقص. سو بنشتغل عضلات المعدة عم نطلع لفوق وعم نتنفس بشكل طبيعي، ما بنحبس نفسنا. في كثير عالم بشوفهم حابسين نفسهم هن عم يعملوا المعدة، هذا شيء خاطئ جدا. بس نخلص هذا التمرين رح نعمل التمرين يلي كنا عم نعمله على الواقف بس طريقة مختلفة. رح نزيح. سو هلا هون صارت أصعب، قبل هي واقفة كانت بس عم تعلق إجرها، هون عم تصير على إجر وحدة وعم تجرب تسيطر على حالها لتشتغل منطقة الخصر، وبنفس الوقت بدها تكون شادة معدتها. هون بصير التمرين اصعب واصعب، كل ما نزلنا على الارض بصير اصعب بعد. رح نعملها 8 مرات ورح ننقل على تمرين الارض. مثل ما شايفين هول التمارين ما بيجوا ورا بعض كلهم سريع، في رياحه بيناتهم. هلا بس نخلص هيدي رح نعمل ستريتشنج للمعده لنتفادى الكرامب او التقلصات، تقلص العضلات اذا بدكم. سو هلا بنعمل ستريتشنج، الستريتشنج بدها تكون بهذه الطريقه، بنحط ايدينا على خصرنا وبنرجع لورا وبنعد لل 15. وهون بنكون عم نعمل إطالة لعضلات المعدة. كمان بنفس الطريقة بنعمل تبع الخصر، سو بنحط إجرنا حد تاني وبنبرم على ميلة الإجر، رح نعمل ميلتين هيك بنتفادى تقلصات العضلات. تاني ميل عملي معروف جلدة. جون بيير، التمارين اللي رأيناها هلا منذ قليل هل يفيد إضافة الأوزان لها؟ فينا إلى حد ما، هي الأوزان بتكبر لنا عضلات المعدة، إذا نحن هدفنا انه يكبروا عضلات المعده ويصيروا بارزين اكثر، ايه فينا نزيد الاوزان لها، بينما اذا هدفنا نخلي لها شكلها بس حلو بلا اوزان بكفي انه نمرن. اوكي. رح ننزل على الارض. رح تعمل لنا تمرين للمبتدئين كمان جلده، حتكون اجرنا مطويه تحتنا. واخذين بوزيشن سايد بلانك. وراح ننزل مثل كانه عم نعمل معدة على فرد ميلي نحن نايمين على ظهرنا. بس هيدي شوي أصعب من يلي نايمين على ظهرنا. رح نعملها 6 مرات، رح ننقل نعمل تاني جنب. فيهم يعملوها بالبيت كتير هينة. هلا إذا بدنا نصعبها بنقلها تمد إجريها اثنيناتهم حد بعضهم طريقة البلانك. رح نعمل تاني ميل. بس نخلص تاني ميل رح نعمل كمان تمرين هين وبنفس الوقت بشغلنا منطقة الخصر. هلا هون نحن عم نشتغل كمان خصر. سو إذا ملاحظين أنا عم شدد على منطقة الخصر. نعم. بالإضافة إلى المعدة، لأنه المعدة شو ما اشتغلنا بالنادي الرياضي بتشتغل، بينما الخصر لا، إلا ما ننزل جيب شيء من عن جنبنا شمال ويمين. سو بس نخلص هيدي رح تقعد على جنبها جلدة. تمد إجريها الاثنين وتجرب الطال بإيدها إجريها من تحت. مثل ما شايفين. فهون كمان عم شغل عضلات الخصر. بنذكر شغله كمان انه هنا عم شغل عضلات الخصر، عضلات المعده عم يشتغلوا، يعني كل عضلات الكور عم يشتغلوا، بس نحن هلا مخصصين عضلات الخصر يشتغلوا. فهدول عم يشتغلوا هاي الميل بس، الميل الفوقانيه. نعم. رح نبرم لثاني ميل. هون بده تكون ايدنا على الارض كليا، مش طريقه البلانك، مش مثل اول تمرين كنا فيه على الارض. صح. مثل ما شايفين بدها تطلع وتطال اجريها، على طول بده يكون في ميله اضعف من ميله بالجسم، هذا الشيء طبيعي، بنجرب نحن نوصل ليكونوا اثنيناتهم مثل بعض للتوازن.
بهيدي الطريقة نمرن كل ميلة لحالها. هلأ رح أنا ساعدها لجلدة نستعمل الطابة، رح اكبس لها إجريها الاثنين هون لحتى ما تفلت، أو فيها تستعمل بالبيت التخت أو الصوفة أو البنش لتحط إجريها تحتهم. رح تطلع تاخد الطابة مني وتنزل، مرة بتطلع بطابة مرة بلا طابة، سو مرة بوزن مثل ما تفضلت وقلت قبل شوي أنه فينا نستعمل وزن، هون عم نستعمل وزن الطابة. رح نعملها 8 مرات بهذه الطريقة. هون بكون عم نشتغل المعدة من النص. وهلا آخر تمرين قبل الكرانشز رح يكون عم نشتغل على عضلات المعدة التحتانية. بس نخلص هيدا نطلب من جلدة تعلق إجريها، تحط الطابة بيناتهم، تهديها مزبوط. رح نزيح البنش لما تضرب فيه. أوكي، بتثبت إيديها مزبوط وتبلش تزيح شمال ويمين. سو هيك بتكون هي عم تشغل منطقة الخصر، ومنطقة الخصر بطريقة إذا بدك مقاومة لحتى ما توقع. بس نخلص هذا التمرين رح نروح على تمرين الكرانشز اللي هو أهون واحد، يلي هو بنختم فيه تمارين المعدة. لأنه إذا بلشنا بالهين بنوصل للصعب بنكون تعبنا ما بنقعد فينا نعملهم. نعم. سو بس نخلص هذا التمرين نطلب من جلدة تحط إجريها على الطابة وتعمل تمرين الكرانشز العادي. ليش طلبت منها تحط إجريها على الطابة؟ لتكون مرتاحة بالمنطقة السفلى تبع المعدة، لأنه اشتغلنا فيها بنشغل المنطقة العالية. سو بس نخلص هيدا فينا نزيد عليه تمرين، نضرب بالطابة شمال ويمين، نرجع بنكون عم نشغل خصر، كمان طريقة هينة مثل ما شايفين جلدة عم تعملها هلا. نعم. وبهيك بنكون خلصنا تمارين المعدة اللي فينا نعملهم بكل سهولة بالمنزل، يعني بالمنزل فينا نعملهم صح فيها. يعني لما هديت لها إجريها أنا فيها تحط إجريها تحت التخت أو تحت الصوفة تحت الهيدا، أهم شيء ما يكون شيء بيتحرك لحتى ما تعور حالها. نعم نعم. عادة بالنوادي الرياضية في كثير صفوف للرقص الشرقي، يعني المعروف أيضا بالبالي دانس، مفيد جدا لمنطقة المعدة والخصر صحيح؟ صح، لأنه بكونوا عم يستعملوا أوقات إجر وحدة، سو بيستعملوا التوازن، لما يستعملوا التوازن بالرقص بكونوا عم يستعملوا المعدة. هذا هدف الرقص من التمارين. شكرا جزيلا لك المدرب الرياضي والمستشار في اللياقة البدنية جون بيير فغالي، وشكرا لكم. أيضا لكم. سننتقل الآن إلى أولى محطات ولا أشهل اليوم مع الشيف رياسي. يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم اخترتوا وصفتين بالمعكرونة بس كتير معاصرين، يعني اليوم رح نعمل فتة بس بالنوع من المعكرونة الفلفلي، ورح نعمل كمان معكرونة بالجوز أربياتا بس بطريقة كتير معاصرة. هلا أول شغلة عندي هون معكرونة فاسيلي سالقة على مدة 10 دقائق بمي سخنة مع ملح بس وبعدين مبردة. عندي هون كمان جوز تقريبا 350 جرام حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 150 لمدة 20 دقيقة لحتى يتحمصوا معي. هلا رح هي محمرة تقريبا محمرة حلبية، رح ندخل بقلب المعكرونة، كثير طيبة هيدي الوصفة. رح ناخذ الجوز ونحطه بمحضرة الطعام مع شوي من الثوم تقريبا 2 ثوم، وبدي اخلط المكونين مع بعضهم. هلا صار عندي جوز مطحون مثل الكرامبل، رح اخذه وفضيه بالجاز، لونه كثير حلو وريحته بتشهي. هلا رح اخلط معه شوي من نخل الكرز اللي هي رح تفرق معي الطعم كثير فيها، طيب كثير معه، وشوي من دبس الرمان. اخلطهم مع بعض مع زيت زيتون، بدي كتر شوية زيت زيتون. لسه بدي اضيف شوي بهي الطريقة. اخلطهم شوي مع بعضهم وبدي اضيف عليهم كمان دبس الحر أو دبس الفليفلة تقريبا 100 جرام.
بنخلط كل المكونات مع بعضهم. طبعا الباستا لازم تكون عندي بارده. بعد ما خلطناهم ما في داعي نحن نضيف ملح ابدا، لانه دبس الحر مالح شوي، ونضيف شويه فلفل اسود مع شوي من حب الرمان وبنخلطهم. هيك صار عندنا تقريبا مثل المحمره، كثير طيبه، طعمها كثير بشهي. عندي هون المعكرونه. تفضلي. شاف للاشخاص الذين لا يحبذون استعمال او طعم الحر، ما البديل؟ اول شيء في نوعين فليفله، حر او ثلاث انواع، حر ومتوسط وحد شوي او بدون حر. يعني فينا نستخدم العادي وفينا نستخدم رب البندوره، بس ما بيعطينا نفس النكهه. يعني انت الهدف هو اللون الاحمر؟ اللون الاحمر مع الطعمه، لان هي محمره. محمره اسمها محمره حلبيه، خلطناها مع الباستا، كثير طيبه هالوصفه. هلا بعد ما خلطناهم مع بعض بنحطهم بصحن التقديم، ومنضيف عليهم شوية روكا أو جرجير، منضيف عليه شوية ملح مع شوية زيتون وعصرة حامض، منضيفه على الوجه. كمان رح ضيف شغلة كثير مهمة لحتى يعطينا النكهة الطيبة، جبنة البارميزون. وأكيد مشاهدينا المقادير عم تمر قدامكم على الشاشة. هيك الوصفة، أول وصفة صارت عندي جاهزة. هلا الوصفة الثانية رح تكون فتة، بس بطريقة مختلفة شوي. يعني بدل ما نستخدم الخبز نحن نستخدم المعكرونة. رح ناخذ شوي من الطحينة. أول شيء عندي حمص، الحمص لازم ننقعه قبل بليلة لمدة 12 ساعة، فينا يعني ننقعه 6 ساعات كمان بيصير. بعدين بنغسله كثير منيح وبنسلقه على نار هادية. ما بفضل أو ما بحبذ نضيف كربونات على الحمص إذا بدنا نعمله فتة، حتى ما تفرط معي الحبة وآخذ غير نتيجة. عندي كمان المعكرونة أنا سارقة، ضايف لها شوية زيت زيتون ومبردة. عندي هون شوية لبن، اللبن كثير طيب مع الفتة. ناخذ تقريبا كوبين او ثلاث اكواب من اللبن. راح اضيف عليهم شويه ثوم بهي الطريقه. عندي كمان الملح، عصير حامض، وراح اضيف عليهم طحينه. بهي الطريقة. وضربة كمون صغيرة حتى آخذ النكهة الطيبة. هلا رح أخلط كل المكونات مع بعض لحتى يصير عندي شيء اسمه بدوي بنسميه للفتة. هيك صارت البدوي عندي جاهزة. هلا طريقة تطبيق الفتة كثير سهل. عندي هون صحن التقديم، راح ضيف عليه المعكرونه المسلوقه، يفضل تكون سخنه اكيد، راح نضيفها بهالشكل. وعندي كمان الحمص المسلوق والسخن، راح ضيفه فوق المعكرونه مع رشه كمون صغيره. واخر طبقه رح تكون، او قبل الاخير رح تكون البدوه بهذا الشكل. هلا هون عندي مقلاية على النار، رح اعمل فيها الكويه تبع الفته. عندي هون زيت زيتون مع شويه ثوم، رح ضيف عليهم شويه كزبره خضراء. حركهم كلهم مع بعض. طبعا شاف يعني طريقة تحضير اللبن وكل هذه الأمور فيها ما تكون فيها تكون باذنجان، فتة باذنجان، أكيد أو أكيد حتى هي يعني الأساسيات. هي البدوي لكل الفتات، البدوي لكل الفتات. فينا نسمكة شوي وفينا نرخية شوي حسب كيف بنحبها نحن. أنا ضفت هون زيت زيتون مشاهدينا. فينا أكيد نضيف السمنة، سمنة عربية أو سمنة نباتية أو زبدة، طيبة بالسمنة وبالزيت أكثر شيء. هلا رح اقليهم مع بعض. عندي هون شوية صنوبر، رح ضيفه عليه بهالشكل.
طبعا مشاهدينا اذا حطينا زيت زيتون تفرق مع الطعمه واخف من السمنه اكيد مشان دسامه، هلا هي الاكله دسمه لانه هي فته بالطحينه، والطحينه كثير ثقيله على المعده، بس انه بالزيت اطيب زيت الزيتون حصرا. هلا ما بدي اقليهم انا كثير، بكفيني هيك، رح ضيفهم فوق الفته بهي الطريقه. هيك صحن الفته بيكون عندي جاهز. هلا رح اخذ شوي من المعكرونه واسكبها بجاط تقديم. عندي هون هي المعكرونه بهي الطريقه. اخذ شوي من الركة او الجرجير. مع ضربة ملح صغيرة. وعصير حامض. وشوية زيت زيتون. ودبس رمان. هيك بكفي. راح اخلط كل المكونات مع بعض بهالشكل. ونضيفه فوق الباستا أرابياتا مع جبنة البارميزون. بيطلع عندي هيك الطبق الثاني كمان جاهز. عندي هون شوية روكا مشان بنزعهم، رح أخذهم شوي ونعمل سلطة روكا كثير طيبة مع هالأكل. طبعا هاي الوصفة مني كاتب مقاديرها، بس لأنه زاد عندي رح أحط شوية زيت زيتون مع عصير حامض مع رشة ملح صغيرة مع دبس الرمان. وعندي هون كمان حب رمان طلعت معنا سلطة فورا. عندي هون فطر فريش، رح اخذ الفطر واقطعه بهالطريقة. رح خلطهم كلهم مع بعض ورح ضيف شوية بندورة كرزية. فينا نضيف الحبة مثل ما هي وفينا نقطع بالنص بهي الطريقة. بحرك كل المكونات مع بعضهم. هيك صار عندي سلطة روكا مع البندورة والفطر الطازة كتير طيبة. ناخذ صحن التقديم. وبنسكب السلطة بالصحن بهالشكل. عندي هون فواكه ستار فروت رح خيم فيها. ناخذ قطع منا ومنزين صحننا بهالشكل. وهيك صار عندنا ثلاث صحون جاهزه، وان شاء الله صحتين وهنا الغداء صار جاهز يا صبايا. شكرا لك. وملكة هي المعكرونه او أكيد. الباستا. شكرا أكيد. جزيلا المكون السريع. شكرا. على كل الاحوال مشاهدينا خبر مميز لليوم، ما هو مع وقت. دائما ما كان البعض يتساءل عن دور الذيل لدى الحيوانات، وبالنسبة للبعض الآخر فإن الذيل هو عامل أساسي لإرساء التوازن. من هنا نجحت جامعة كيو اليابانية في ابتكار ذيل اصطناعي، الغرض منه مساعدة البشر على تصحيح توازنهم. وذيل الاصطناعي عبارة عن ذيل روبوتي قابل للارتداء، وهو مستوحى من ذيل فرس البحر. في السياق ذكر موقع فاست كومباني أن الذيل الذي يدعى أركي مزود بفقرات وعضلات اصطناعية، ويعتمد على نظام ضغط هوائي في الانثناء والحركة وفقا لحركة المستخدم. ومع أن قدرات الذيل محدودة جدا، إلا أنه يمهد الطريق لمستقبل يمزج بين البشر والتقنية.
فقد صمم ليساعد البشر على تصحيح توازنهم بطريقة نفسها التي تتبعها الحيوانات. ومع أن قدراته ما زالت محدودة جدا، فإنه يرسم للمرء صورة لمستقبل تقنيات التعزيز البشري. وإذا تطور الروبوت أركي وبات مستخدم، فقد يشوشنا ويفقدنا توازننا في اللعب أو في ألعاب الواقع الافتراضي، ما يجعلها أكثر متعة بحسب ما ذكر موقع فاست كومباني. يعني الحديث هيك عن اختراع جديد هو بمثابة طرف جديد للإنسان، قد يساعد في بعض الحالات الصحية والطبية، وقد أيضا يستخدم كما هو الأرجح في الألعاب الإلكترونية يلي أخذ بالتطور بشكل مذهل. هيك مثير للاهتمام. طبعا يعني مثير للاهتمام، لأنه له وجهان، وجه ترفيهي ووجه صحي يفيد الإنسان. يعني نحن نعلم بأنه بالكثير من العمليات التي تجرى بالدماغ اللي خاصة بالتوازن، بيفقد الأشخاص توازنهم بشكل كامل أو بشكل جزئي، فهذه الأطراف أو هذا الذيل مهم جدا، ونتمنى أن يتطور أكثر وأكثر ويصبح بمتناول الجميع لحتى يستفيدوا منه. جميلة. شكرا لك وعد على هذا الخبر. طبعا سنكمل مشاهدينا بمواضيعنا لليوم، لنتحدث عن مصطلح العولمة الذي بات من الطروحات أو المفردات الأكثر رواجا في القرن العشرين. فتطور الهائل لوسائل الاتصال أعطى للعولمة معنى وصدقية وقضى على المسافات والحواجز. ومع ورود هذا التلاحم والانفتاح العالمي، دخلت علينا تسمية الجيتو التي تضم مجموعة من السكان ذو خلفية عرقية معينة أو ثقافة محددة أو دين. فما هي أبعاد هذه التجمعات وسط عالم منفتح، وما هي أوجهها السلبية والإيجابية؟ تجيبنا الدكتور عبير حديري الاختصاصية في علم الاجتماع ضمن فقرة قضايا. أهلا بك دكتور عبير. يعني صباح النور. مصطلح الجيتو نسمعه مؤخرا بكثرة، ما يعني ذلك؟ أول شيء مصطلح الجيتو طلع في سنة 1516 تحديدا، لما كان في مدينة بإيطاليا البندقية هي اللي كانت فيها مجموعة من اليهود وكانوا منعزلين تماما وممنوع أنهم يتحركوا بأي شكل من الأشكال، نتيجة وضع معين، يعني وضع سياسي معين. في سلطة سياسية أكبر منهم فرضت عليهم الوضع هذا، اللي هو ناس يعني يجتمعوا بعقيدة أو بعرق معين، موجودين ضمن بقعة جغرافية معينة وممنوع عليهم التواصل بأي شكل من الأشكال. مفهوم الجيتو اتطور لغاية ما وصل للمرحلة اللي احنا ممكن في الفترة هذه نخلط بين مفهوم الجيتو ببداية نشأته ومفهوم الجيتو كيف تأسس وكيف نشأ بالأساس لغاية القرن التاسع عشر. فاليوم الجيتو لو نقدروا نطلقوا عليه زي ما تفضلتي حضرتك، إنه هو مجموعة من الناس موجودين في بقعة جغرافية معينة تربطهم سواء دين أو عرق أو طائفة أو مذهب أو أيا كان. طبعا المفهوم الجيتو بمفهومه الحالي ما عادش فيه الانعزال أو فرض الانعزال على هالفئة هذه الاجتماعية، فيختلف بشكل كبير. لو بنتكلم على الجيتو اليوم كفردانية أو ك يعني انطواء، الحقيقة يعني العولمة كانت بشكلها المطروح تهدف لأن يكون في انفتاح وتوحيد مفاهيم، وفي نفس الوقت تعزل الناس من ناحية تانية وبشكل تاني. يعني إلى أي مدى تطور مفهوم الجيتو مع انتشار الهجرة أكثر الشرعية منها والغير شرعية، ووجود يعني مجموعات إثنية عرقية ومن جنسيات مختلفة على في العالم أجمع؟ طبعا نتيجة الهجرات ونتيجة الحروب تضطر فئات اجتماعية معينة أن هي تنتقل من مكان لمكان. المكان هذا إذا كانت مربوطة فيه تاريخيا بالثقافة وبالتقاليد وبالمفاهيم الموحدة وباللغة وبكل الأمور هذه، وانت جيت تنقليها من
من أرضها ومن مكانها لمكان تاني، المكان التاني هذا يعتبر مكان غريب عليها، وفي فئة اجتماعية تانية ممكن تستقبلها، والفئة اللي ممكن تستقبلها مش هتستقبلها بالرحابة، لأن مازال ما عندنا مازال مفهوم الاختلاف رغم يعني انتشار العولمة، الاختلاف مازال قائم ومازال موجود، إن الناس ترفض الاختلاف خصوصا لما يكون حد جاي لمجتمعك مثلا. وشفناها في الفترة الأخيرة يعني رغم العولمة ورغم انتشار المفاهيم وتوحيد المفاهيم، لأن نشوفه إحنا مثلا في أكثر البلدان تطورا وتقدما قاعدين ينكفؤوا على نفسهم. مثلا نشوفه في أمريكا مثلا على أي أساس طلع الرئيس دونالد ترامب مثلا؟ على أساس البيض الأمريكان البيض يلي من أصل يعني واحد جو في فترة واحدة، ومع هذا هم يعني ما يعتبروش بيض أو ما يعتبروش في نظر ترامب سكان من الدرجة الأولى أو مواطنين من الدرجة الأولى، طبعا بحكم أنه في مأسسة في القوانين. يعني الخوف برأيك، خوف الشعب الأمريكي الأصلي من الجبتوهات المنتشرة في أمريكا، هو ما فيش شعب خلت ترجح يعني عصبية أو تعصب ترامب؟ الحقيقة أنت تعرفي نشأة أمريكا ما كانتش نشأة يعني ما فيش شعب أصلي، هم نفسهم جايين مهاجرين لأمريكا. نعم. لكن هم اعتبروا نفسهم إن هم عندهم القدرة وعندهم الكفاءة وهم اللي أسسوا أمريكا، بالتالي أي حد جاء من بعدنا يعني لازم يكون في عزل وفي فصل. يعني هذا التشدد يعني عدم تقبل الآخر موجود ليس فقط بأمريكا، ولكن بالعودة إلى الجيتو وهذه التجمعات اللي أصبحت موجودة ويجب احترامها، ورغم وجود مبدأ الاختلاف إلى أنه يعني عم بلاحظ أنه هن مهمشين أو أنه ليس هنالك اعتبار لهم كمواطنين مثل بأي بلد بيعيشوا فيه. شوفي أو يعني أوقات مثلا يكون في قانون، سلطة قانون، أوكي سلطة القانون هذه يعني القانون يطبق على الجميع بكل المعايير والمقاييس، تجي فئة معينة تعتبر نفسها أن هي على سبيل المثال تجي لي الناس اللي كانوا من المغرب العربي هاجروا لفرنسا مثلا، نعم. أوكي تلقي مازال الموضوع هدايا موجود عندهم، يسكنوا في أحياء مع بعض، الجزائريين موجودين بأحياء مثلاً فرنسا مثلا إيه، وحتى لما يتنمروا أو يتوروا على موضوع معين هو موضوع يمس مصالحهم. فرنسا ما قدرتش تدمج الفئة هذه من الناس، ما هي الاندماج باش تندمجي في مجتمع في خطط. طب هذه الخطط يعني هل مرتبطة بالقوانين طبعاً، ولا بالممارسات ولا بالعقلية أم هي عدة عوامل؟ افترضنا أن القوانين كانت القوانين شكل وبرامج التنمية والاندماج شكل تاني، يعني القانون اللي يطبق عليك أنت كلبنانية أو كسورية أو كذا يطبق علي أنا، لكن أنا بحكم أني جاية من خلفية مختلفة أنا يعني حنكون نتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة لأني حنشوف جماعتي. القانون صح يطبق عليها لكن اجتماعيا بعيدة عن القانون نلقى نفسي مهمشة، نلقى نفسي مثلا لو أنا من طائفة دينية مختلفة عن الطائفة الثانية مثلا البيت ما يأجرونيش البيت لأن هذا الحي خاص بمثلا ناس من طائفة معينة أو من دين معين. يعني إلى أي مرحلة الجيتوهات هي يعني تنشأ من إرادة هذه الجماعات أو الأقليات بحماية أنفسها وتأطير نفسها بعيدا شوي عن قوانين الدولية اللي بيكونوا موجودين فيها، أو على العكس تكون بسبب التهميش مثل ما كنا عم نحكي؟ الدرجة تتفاوت، ما فيش حد يقدر يقول لك لأن الدافع مختلف. يعني هي ليست بدافع واحد أو باتجاه واحد، مش باتجاه واحد، كل جماعة على حسب دوافعها. عشان هي مثلا أنا طالعة لألمانيا وما نتكلمش لغة ألمانية، تلقائيا حنمشي للناس القانون الألماني ما يقوليش أن أنت تعيشي هنا ولا تعيشي هنا ولا تعيشي هنا، صحيح. بس أنا بنميل تلقائيا للناس اللي هم يتكلموا لغتي. نعم. عرفت مثلا هذا دافع، الدافع نعم. الثاني دافع ديني، اوقات مثلا اني نبي نربي اولادي في جو وفي بيئه وطقوس دينيه معينه، الجماعه هذه ممكن تامن لي هالاجواء، تحتضنني. تحتضنني. طب هذا الاحتضان مرتبط بماذا؟ هل يجب على الدول الغربيه ربما او حتى العربيه، لانه هذا التهميش وهذا الاحتضان ايضا لدينا غير موجود، يعني عم لاحظ بدول عربيه لما بيكون في عندك اشخاص من بلد اخر او من ذهنيه اخرى او من عم بيتم تهميشهم مزبوط ذهنيا، كيف يمكن ان نعمل على ذلك؟ هي طبعا تبي خطط، يعني تبي اول شيء نظام تعليمي راقي،
العولمة هنا تفوت بشكل كبير. يعني لما نجينا نتكلم على توحيد المفاهيم باش نوصلوا لعالم واحد، هذه فكرة مفاهيم عالمية. يعني مفاهيم عالمية، مفهوم العدالة الاجتماعية مثلا مفهوم راقي جدا العولمة تسعى أن هي تحققه، لكن في نفس الوقت لما نجي نشوفه على أرض الواقع، أوكي توحد المفهوم لكن ممارسته وتطبيقه من بلد لبلد يختلف. نعم. هنا العولمة ما قدرتش تلبي الموضوع هذا وتوصل الناس للنتيجة اللي المفترض أنهم يوصلوا لها. يعني ما نقدروش نشوفوا للعولمة كونها فكرة يعني خارقة، هي نتمنى أن تتوحد المفاهيم وتلغى الاختلافات، والاختلافات مقبولة طالما ما تأذيش الآخر، طالما ما تهمش الآخر، طالما ما تتعارضش مع مصالح الآخر. يعني ما يكونش فيه طرف على حساب طرف باش أنا نفرض ثقافتي، نجي مثلا كوني مثلا من خلفية دينية معينة نمشي في شارع في فرنسا مثلا نقمع مرأة مش متحجبة مثلا أو مرأة، طبعا هذا غير مقبول يعني. لكن في نفس الوقت من حقي أني مارس طقوسي الدينية، هذا محتاج لثقافة ومحتاج لسلطة قانون. صح. والثقافة محتاجة لبرامج ولوقت ولخطط تنمية وما إلى ذلك. نعم. طب إلى أي مدى ممكن أن تشكل هذه القطيات أو يجب على الدول أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه القطيات إذا استمرت بالانغلاق أو كثرت ممكن أن تشكل تهديد أمني أو يعني تهديد من أي نوع كان؟ زي ما قلت لك أن القطيات هذه لو كانت تبي تحافظ أو الهدف هي المحافظة على ثقافة معينة والثقافة. هل هناك قطاعات من هذا النوع فقط ثقافية اجتماعية يعني؟ إيه طبعا. إيه طبعا. في شوفي في شيء اسمه مثلا أحزمة البؤس. صحيح. هادو ناس غير عن الموضوع اللي نتكلموا عليه، يعني موضوعهم مادي بحت، ولكن هو مرتبط بهم أيضا، يعني مرتبط بالجيتوهات لأنه الأشخاص اللي هن الأحياء الفقيرة والناس المهمشين هن طبعا بالطبيعي بالطبيعي. طبعا. إذا الدكتورة عبير الحضيري شكرا جزيلا. شكرا. لك شكرا على هذه المعلومات. شكرا. مشاهدينا فصل جديد، نعود مع محطتنا السياسية لليوم، انتظروا. أهلا بكم من جديد، آخر أحداث الساعة وضيف الفقرة السياسية مع زميلة لايا بشارة ومع الخطر. شكرا وعد. مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. تقارير إعلامية قالت إن قوات الأسد اقتحمت الجهة الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون وسط معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين إضافة إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. الرياض أرجعت قمة كانت دعت إليها لحل قضية عدن وتشكيل حكومة تضم الأطراف كافة، وذلك بعد أن رفضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الانسحاب من ميناء عدن بحسب ما أعلنت مصادر يمنية لرويترز. السودان يترقب الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي اليوم بعد تأجيل جاء تلبية لطلب تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تراجع عن بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الأولى. الخارجية الأمريكية أكدت أن مساعدة الناقلة الإيرانية غريس واحد التي غادرت سواحل جبل طارق باتجاه سواحل اليونان قد ينظر لها كدعم لمنظمات إرهابية. مشاهدينا ختام الموجز، ننتقل الآن إلى جولة المقالات ونبدأ الجولة من صحيفة العربي الجديد التي نشرت في زاوية للحدث تتم مقالا للكاتب عادل الأحمدي تحت عنوان العودة المستحيلة إلى يمنين. عدد الكاتب في مقاله الأسباب التي تجعل من انفصال الجنوب عن الشمال اليمني مستحيلة بعد 30 عاما من وحدة طوعية، لأن الجنوب ليس كتلة واحدة ناهيك عن أن سكان حضرموت التي تمثل ثلث مساحة اليمن تدعم البقاء في يمن موحد. الكاتب قال لقرائه إن أغلب مسؤولي الشرعية اليمنية يتحدرون من الجنوب ولم يعد هناك الشمال يسيطر في الجنوب عارضا واقع اليمن اليوم. إنما يحصل واقتسام البلاد بين أمراء الحرب والجماعات المسلحة التي تحركها أطراف كطهران أو أبوظبي وغيرهما، وكلها لا يكتب لها أي اعتراف ككيانات دولة، ويبقى اليمن الكبير مهما كان ضعيفا وممزقا في الوقت الحالي وكيفما كان شكل الدولة الأوفر حظا من أي دعوات نشز. الآن إلى فرنسا، لمود الفرنسية مشاهدين نشرت مقالا لمراسلها في بكين
الصين. فريدريك لوماتر حمل عنوان فشل شي جين بينغ. تساءل الكاتب لماذا غدت الأوضاع على ما هي عليه اليوم مع احتجاجات متواصلة منذ أكثر من شهرين في إقليم هونغ كونغ. ليجيب سريعا بالقول لأن الصين لم تحترم تعهداتها القائمة على مبدأ بلد واحد ونظامين، فزادت مشاعر الأحباط والحقد مع تنصل بكين لاحترام مبدأ حرية الإقليم متى تريد والزج بمعارضين لها في سجونها وعدم المصادقة على انتخابات إن ما أتت النتائج عكس ما تشتهيه. أما القطرة التي أفاضت الكأس فكان مشروع القانون الذي يسمح لسلطات هونغ كونغ بترحيل معارضين وأجانب إلى الصين. وأكمل الكاتب الشرخ بين هونغ كونغ وبكين لم يكن أبدا كما غدا عليه اليوم، وبينما تعهد الرئيس الصيني سي جين بينغ ببناء مجتمع تحلم به البشرية، أظهرت أزمة هونغ كونغ أنه غير قادر على إعداد مجتمع يطمح له الصينيون. الآن نعود إلى لبنان. صحيفة الجمهورية في لبنان مشاهدين نشرت مقالا لنبيل هيثم حمل عنوان الحريري بعد واشنطن أنا القوي. قال الكاتب في مقاله إن تلاقي المصالح بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة سعد الحريري نابع من قناعة أن الحريري هو وحده الضامن لعدم سقوط لبنان في قبضة حزب الله، وزيارة الحريري إلى واشنطن ستثبت توازنات جديدة لا تصادما، ما ظهر جليا حين اعتبر الحريري من واشنطن أن العقوبات المالية الأمريكية لا تفيد بشيء. وأكمل الكاتب يبدو أن تلاقي المصالح الأمريكية الحريرية سيفرض تغييرا ما في السياسة الأمريكية لجهة عزل ملف العقوبات عن الدعم الأمريكي للاستقرار الاقتصادي من جهة، والمساعدات العسكرية للجيش اللبناني من جهة ثانية، والمضي قدما في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل من جهة ثانية. مشاهدينا ختام جولة المقالات. يترقب لبنان عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته إلى واشنطن التي شهدت بعيدا عن لغة الترحيب والمجاملة تشددا في ضرورة أن توقف الحكومة تعاملها مع حزب الله الذي بات تحت مجهر عقوبات أمريكية جديدة ستطاله مع حلفاء له في سابقة من نوعها. وهنا بيت القصيد، إذا لم تعد الإدارة الأمريكية تخفي امتعاضها من سياسات وزير الخارجية جبران بشسيلة وتماشي الحريري مع الأمر الواقع وربطت العزم على إخراج لبنان من الفلك الإيراني. وهنا التساؤل، هل يتحمل لبنان أن يخدو ساحة للصراع الأمريكي الإيراني؟ وما المطلوب أمريكيا من حكومة الحريري؟ هذا ما نناقشه مع الكاتبة السياسية رولا موفق. صباح الخير استاذة رولا، وأهلا بكم في تلفزيون العربي. إذن لبنان يترقب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته إلى واشنطن. يعني السؤال الذي يطرح اليوم، ماذا يحمل الحريري في جعبته من زيارته إلى واشنطن؟ أي استراتيجية تريدها الإدارة الأمريكية من الحريري الذي بالأشهر والسنوات الماضية يمكن القول إنه تماشى مع الأمر الواقع الذي فرضته التسوية الرئاسية عليه؟ بعتقد أي أمر تريده واشنطن من لبنان ليس فقط من الحريري. واشنطن حددت بشكل أساسي، يعني لماذا ذكرت الحريري؟ لأن الزيارة كانت لرئيس الحكومة سعد الحريري كأرفع شخصية اليوم تزور الإدارة الأمريكية بعد وزير الخارجية. سمع الحريري، أو يعني أعتقد أن الحريري سمع ما سمعه سابقا وما سمعه المسؤولين اللبنانيون في السابق. يعني بتقديري تحميل الزيارة فوق طاقته هو خطأ. هاي المحاولة ليه عم بقول هيك؟ رئيس الحريري زيارته على واشنطن لا تدرج في إطار إنها زيارة انقلابية، ولا حتى هي زيارة يحاول فيها أن يتحين الفرص لأنه عم يشعر أنه في طرف ضعيف. الرئيس الحريري ينطلق من مفهوم أنه إذا كان هناك إمكانية لدعم لبنان وتأكيد دعم استقراره ودعم اقتصاده وتحييده فليكن. هذه على الأقل هو يتصرف هكذا. أعتقد أن ما لا يفعله الحريري أنه يفهم جيدا ماذا تريد الإدارة الأمريكية، لكنه يسعى إلى
المواءمة بين ما يمكن داخليا وما تريده الإدارة الأمريكية. بمعنى إذا عم نشوف الحريري أنه في تلاقي مصالح وممكن هلأ ياخد أكتر بهذا الاتجاه، بنكون عم نغلط. ممكن الحريري يكون عم يستفيد بهذه اللحظة ليأمن المظل الممكن للبنان، لأنه نخطئ حينما نعتقد أنه الإدارة الأمريكية رح تعملنا اللي بدنا إياه. الإدارة الأمريكية لديها استراتيجية واضحة، وبالتالي بتقدمي بهذه الاستراتيجية تأخذين، لا تقدمي بهذه الاستراتيجية تدفع الثمن. الأمريكان كانوا يقولون للبنان ليس بالأمس، يعني أنا كنت عم بقرأ القراءات التحليلات الزملاء أنه التي تترافق مع زيارات سعد الحريري إلى واشنطن، هذا الكلام أنا شخصيا كاتبته من حوالي سنة، أن العقوبات ستطال حلفاء حزب الله. بمعنى هي منه شيء جديد، بس مع الأسف يعني على يعني لازم تعرف واحد لازم يعرف كيف بيشتغلوا الأمريكان، بصير بيعرف كيف بده يقرأ. الأمريكان ما عم بيغيروا، هيدا خط بياني. سيدة رولا، يعني انطلاقا مما قلتموه للتو، لكن اليوم الإدارة الأمريكية إن ما أكملت بما هو مرسوم له وما أخبرت به الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم يعني تضع نفسها اليوم بمواجهة مع العهد. وزير الخارجية محسوب على هذا العهد القوي، حركة أمل أيضا ممثلة بوزراء اليوم لدى حكومة سعد الحريري وفي المجلس النيابي. يعني بسابق هناك نقلة نوعية، اليوم ستكون العقوبات إن ما طلت حلفاء لحزب الله وخرجت من الإطار الطائفي الذي كان مرسوم على الطائفة الشيعية المحسوبة على الحزب، إن ما سلمنا شتاتا اليوم. أوكي، بس أنه وشو يعني؟ يعني بمعنى أنه السؤال هل سيتحمل لبنان هذا الأمر؟ ما هيدي برسم القيادات اللبنانية. يعني هذا الكلام، المشكلة أنه هذا ما كنا نقوله منذ أشهر، حتى منذ التسوية. التسوية هي أصلاً كيف قامت؟ يعني نحن ننسى تفاصيل التسوية، صارت تحت مقولة أن الأتيان بالرئيس ميشيل عون يمكن نقله من المحور، من هذا الالتصاق بمحور إيران إلى الوسط. لا أحد كان يطلب أن يأتي الرئيس عون ليصبح في خط مناوئ، على الأقل أن يكون رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية يعني هو مؤتمن على الدستور، هو شخصية وسطية، هو الحاكم الضامن للجميع. فبالتالي هذه كانت التسوية، أن نأتي به إلى الوسط. في البداية شعرنا أنه يحاول أن يكون في الوسط، إنما وحاولوا أن يفصلوا بين ما نقوله التيار الوطني الحر أي جبران باسيل وبين رئيس الجمهورية، إنه رئيس الجمهورية بي الكل وهو الضامن والحاكم، بس إنه في جبران باسيل ورئيس حزب. بس إنه نحن هيدي يعني هيدي تمشي علينا، بس ما بتمشي على الدول الكتلة الكبرى التي يستند إلى رئيس الجمهورية، هي الكتلة كتلة التيار الوطني، هو زعيم هذا التيار المسيحي. فإذا هو أتى ومعه هذا الفريق المسيحي، وهذا الفريق يعني هذا التيار السياسي يتكئ على فائض قوة حزب الله، على هذا الدعم الذي يعلنه حزب الله بصراحة أنه يدعم رئيس الجمهورية. إنما نحن عندنا حزب هو الذراع السياسية للرئيس، الرئيس هو يقول أنني أنا في الوسط وأريد أن أكون في الوسط، إنما مواقفه وعلاقته السابقة وعلاقته الحالية بالأمريكان معروفة. نحن ليش مستبعدين إنه المسألة مش اليوم صارت، منذ أن أتى رئيس الجمهورية 3 سنين العلاقة مع الأمريكيين ليست علاقة جيدة. وإذا أنا بدي أنظر تقليلي، فإذا هل كان الاتيان برئيس عون هو ضربة للأمريكيين أو على الأقل؟ ربما بالسنوات الماضية لم يكن لبنان على هذا القدر من الأهمية لدى الإدارة الأمريكية، اليوم مع رئيس أمريكي يريد محاربة إيران لا يخفي ذلك وأذرعها بالمنطقة وعلى رأسهم حزب الله تحديدا. سيد زرولا، ماذا جعلت هذه الزيارة من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بالسنوات الماضية خاصة بالأشهر الماضية تماشى مع الأمر الواقع، مع ما هو السائد اليوم بالساحة السياسية اللبنانية، التسوية الرئاسية الذي جعلته يجلس جنبا إلى جنب
تذهب مع شخصيات كانت تعتبر عدوة سياسية لهذا الفريق الذي تزعمه منذ سنوات؟ ما بعتقد أنه كتير دقيق هذا التوصيف، لأنه الحكومات منذ 2005 لليوم كلها حكومات كان فيها، وعندما يشارك حزب الله بالحكومات كانت حكومات فيها حزب الله. ما نوصل يعني إلى هذه الفكرة اليوم. بالتالي أنه مش هلأ هو عمل، أنه ولكن اليوم تغيرت الإدارة الأمريكية، نحن لسنا بعهد الرئيس الأمريكي السابق، نحن مع عهد رئيس أمريكي. لا، رح يريد تطبيق حزب الله وأزرع إيران بالمنطقة. رح أقول لك شو اللي تغير. اللي تغير هو أنه مع الأسف التسوية بعناوينا وبما ارتضاه الرئيس سعد الحريري، بما ظنوا أنه يخدم مصلحة لبنان. يعني ما بعتقد أنه سعد الحريري جاي وبعنده أجندة كيف بده يمكن إيران من أن تسيطر على لبنان. قراءته، وأنا أعتقد أنها كان فيها جزء من الخطأ في القراءة الاستراتيجية لما يجري، اعتبر أن إيران تربح في المنطقة وأن ليس هناك توازن قوى وتكافؤ في القوى، وبالتالي مصلحة لبنان تقتضي أن نذهب في هذه التسوية. أنا اللي بدي أقول لك أنه اللي تغير أنه حزب الله هذه المرة وحلفائه وبما يمثل من امتداد إقليمي في المنطقة، هي المرة الأولى التي يسيطر على لبنان عبر الدستور، بمعنى أن لديه الكتلة الأكبر، هم هذا المحور، الكتلة الغالبية في البرلمان، وهم موجودين في الحكومة يحملون هذه الغالبية، لديهم هذه الغالبية. هذا لم يكن في السابق. يعني المفتاح بشكل عام ما كان مع محور إيران، كانت إيران فيها تعمل فيتو، بتعرقل إلى آخره. اليوم ما تغير أن هناك رئيس ومعه الخط السياسي يتكلمون بالتحالف الأقليات، يعني بمعنى أنه عم بيحاولوا يقولوا يحطوا لبنان في محور لا يشبه لبنان. السيدة زهرولا، هذا هو الواقع اللبناني، ولكن اليوم نحن ننطلق من زيارة الحريري إلى واشنطن. ماذا جعلت اليوم الحريري؟ عم تسأليني أنت شو تغير؟ عم بقول لك هذا اللي تغير. ماذا سيجعل؟ ماذا جعلت من الحريري العائد إلى بيروت لترأس مجلس الوزاري بالأيام المقبلة ببيت الدين؟ أنا أعتقد أنه هناك دعم معنوي على الأقل، ولكن هذا يعني هناك دعم، وكأنه عم بيحاولوا يقولوا الأمريكان أنه نحن نريد استقرار لبنان، نفهم واقع لبنان، بس أنتوا يا لبنانيين ما فيكم تبيعونا حكي. وما بعتقد يعني النظر إلى أن الحريري يأتي بأجندة أمريكية هو قراءة خاطئة. أنا يعني أتمنى أن لا يكون الحريري قد غال في دفاعه عن حزب الله، وأنه هذا جزء من النسيج اللبناني وهو هي حقيقة. إنما علينا أن نثبت الفصل ما بين حزب الله يعني حزب الله بالشق العسكري المرفوض وعليه عقوبات، وما بين حزب الله يعني ما بين الطائفة الشيعية وتمثيل السياسي اللي هي لازم تكون جزء وهي مكون من المجتمع اللبناني وجزء من هذا النسيج. وهنا سيدة رولا، ما قاله رئيس الوزراء سعد الحريري بواشنطن أن العقوبات المالية الأمريكية لا تفيد بشيء اليوم حول لبنان. لا تفيد بشيء؟ العبارة التي استخدمها. يعني هيدا من الكلام اللي أنا بعتقد أنه أنا بستغرب أنه يكون قال هيدي الجملة هيك، يعني لأنه هو قال أنه بمعنى أنه العقوبات الأمريكية مش بإيدنا. بس أنه إذا رئيس حكومة لبنان بده يكون هيدي الجملة هيك قايلها بهيدي الطريقة، لأنه كمان بدك ننتبه كيف إجت بسياق الحكي. أوكي، بسياق الحكي منكون بلشين من أول الطريق غلط، لأنه العقوبات الأمريكية لا تفيد لبنان بشيء. أكيد لا تفيد لبنان بشيء. أنا لا، يعني لا تفيد بمعنى هي تضر بلبنان. فبالتالي هو يحاول أن يقول إنه إذا في طرف بده يستفيد من العقوبات، العقوبات الأمريكية هي جرس إنذار ليس للبنان. في شيء منه بيتعلق بلبنان، في شيء منه بيتعلق بالمنطقة، بدور حزب الله بالمنطقة، في شيء منه بيتعلق بدور حزب الله بلبنان. نحن لازم نشوف التطور بالبيان. وقت طلعت عقوبات على حزب الله، على 3 قيادات من حزب الله، ما كتير اللبنانيين انتبهوا بالفزلكة بالمبررات.
حينما حكي عن محمد رعيد قال أنه دور السياسي هو يعني يعمل بما ليس له مصلحة بلبنان، وقت اللي وصلوا لشري هو له دور بالبنوك، وقت اللي وصلوا لصفا قالوا أنه هو يعمل على التهريب بما يقود الإيرادات للحكومة اللبنانية. يعني الأمريكان عم بيفوتوا عم بيراقبوا التفاصيل تبع لبنان. استاذة رولا، سؤالي الأخير، تطرق رئيس الحكومة الجانب الأمريكي إلى ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، هل يمكن أن يكون هذا الملف مكان مقايضة اليوم مع اللبنانيين من قبل الإدارة الأمريكية؟ الرئيس الحريري يعني مفترض انه اكثر نسال عن يعني او نراقب كيف اجى السياق. الكلام اكيد هو اجى باطار انه نحن اذا كنا من ننقب عن البترول عن النفط علينا ان نؤمن بيئه اقتصاديه استقرار امني من اجل الاستثمار بالنفط. هذا الاستقرار الأمني يتعزز مش بوقف الاعتداءات، يعني بيتعزز أكتر بأنك إذا بتقولي أنا رحت لمزيد من الاستقرار الأمني الذي يتحقق عبر استكمال تطبيق 1701. السؤال المطروح اللي أنا من عندي يعني بطرحه على بيني وبين حالي، إذا كان سعد الحريري طرح هذه المسألة بأفق مفتوح بتنسيق ما أو باستشراف أن في إمكانية لقبول هذا الأمر من حزب الله، هي خطوة جيدة بهذا المسيئ. إذا كان لا، أنا أتوقع أن تكون خطوة صدامية. سننتظر عودة رئيس الحكومة والتصريحات التي يمكن أن تواكب العودة والاجتماع الحكومي المرتقب بالأيام المقبلة. الكاتبة السياسية رولا موفق، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والإصغاء لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور. شكرا لك ليال ولضيفتك الكريمة. طبعا وعد كنا قد سألنا مشاهدينا عن الحلول في حال تعرضوا للملل، فكانت الإجابات متنوعة عبر تطبيق واتساب. طبعا عبد الله من ليبيا يصبح علينا، صباح النور لك. جوابه: أتحدى الملل بثلاث طرق لا أملك غيرها، الجيم ومشاهدة فريقي برشلونة والقراءة. أيضا شهد من سوريا تقول بالأكل والنوم، يعني سواء جواب شهد أو الجواب الأول منخاف يتحول لروتين وبالتالي ملل. طلال من العراق يقول: عندما يكون لدي جدول تقضي به، لما يكون لدينا جدول لنقضي أمورنا اليومية لا يوجد ملل. بالنسبة لي أقرأ كتابا وأمارس الرياضة وهوايات أخرى. أيضا مشاهدة من لبنان نادية تقول: بحضر صباح النور بيطير الملل. حلو. شكرا لمتابعتك. وأيضا مشاهدة من فلسطين: القهوة والدخان. لا، هذه عادات سيئة. عادات سيئة ولكن أحيانا بتقضي على الملل. طبعا هذه إجاباتنا على الواتساب. مشاهدينا، حملة هذه جدتي سنتعرف عليها معك يا وعد. هذه جدتي فلسطينية، حملة وقصص مؤثرة، نتابع تفاصيلها في أنا العربي. I love that you're free as a bird there. You are my dream manifested, and I don't want you to come back here caged. Come as my free bird. Come as my granddaughter that I'm so proud of. الله يهديها. كلها مبسوطة بدها تيجي ست تشوفها.
هاشتاج أو وسم My Palestinian City، جدتي الفلسطينية، لقى رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كون يعني الجدة والأجداد عموما هن عنصر عاطفي جدا للأحفاد، خاصة الفلسطينيين منهم، لأنه بيكون في رمزية مضاعفة اللي هي التمسك بالجذور وبالأصل، خاصة أنه جذور هذه النائبة في الكونغرس الأمريكية عم تنقل معاناة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى أهم صرح تتخذ فيه القرارات. نبقى بوسائل التواصل الاجتماعي وعد. نعم. معك. في عصر مواقع التواصل الاجتماعي باتت أهم التحديات التي تواجه الشركات وكل من يملك صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي كيفية تقديم محتوى مفيد وجديد كل في تخصصه. ولكن تعاني أغلبية الشركات من ابتكار محتوى لصفحاتها. اليوم سيعطينا خبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص نصائح 5 لنحصل على محتوى جيد في فقرة هاشتاج صباح النور. صباح النور عمر وأهلا بك. يعني لا شك بأنه الشركات بحاجة إلى محتوى أكثر جدية وأكثر يعني بروفيشنال، يعني متخصص من الأشخاص أو الأفراد صانعي المحتوى. صح. ما أهمية أنه يكون محتوى صفحاتنا كشركات مدروس؟ طبعا المحتوى هو بناء علاقة بين الشركة وبين المستخدم، بين العامل لايك للصفحة. هذه العلاقة ممكن تأثر إيجابيا على مبيعات أصحاب الشركات، ممكن تأثر سلبيا. نعم. إذا كان المحتوى جذاب، محتوى تفاعلي، محتوى بيجذب الجمهور. نعم. هيدا الشيء بيأثر إيجابيا. أما إذا كان ما في محتوى هو هلأ اليوم حنعطي 5 نصائح كيف ابتكار محتوى، وإذا كان محتوى سيء بيأثر سلبيا على أصحاب الشركات أو أصحاب الصفحات اللي بتعمل لترويج منتج معين، لأن بيكونوا عم يدفعوا مصاري بس ما عم بيجيبوا إنكم للشركة أو للمنتج اللي عم بيروشوه. نعم. خلينا نبدأ إذن بالنصائح لشركات يكون عندها صفحات متخصصة جيدة ومدروسة. أول محتوى، أول نصيحة هي مراقبة الحدث بحسب تخصصي. أي حدث مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم في حدث، إن كان سياسي يكون up to date مع أي حدث، عشان ما نكون outdated، يا ما نكون up to date يا ما نكون outdated. النصيحة الأولى هي يكون up to date. على السوشيال ميديا كل يوم في حدث اجتماعي، في حدث فني، في حدث سياسي، وهون ما فينا إلا ما نذكر التغريدة اللي دخلت التاريخ واللي حكيوا عنها صحف العالم كله اللي عم نشوفها على الشاشة، الأوريو لما صارت انقطاع الكهرباء، مباراة بالبطولة الأمريكية، انقطعت الكهرباء بالملعب، كل العالم طلعت تويت، شركة أوريو بثلاث دقايق كانت حاطة ما فيك تغمي، حتى بالعتمة حاطة عتمة وأوريو، حتى بالعتمة فيك تغمس أوريو، وهذه التغريدة جابت 15,000 ريتويت وألاف اللايكات. يعني هذا بده ذكاء ومواكبة للحدث وسرعة بديهة. سرعة بديهة. نعم. عشان ما تكون outdated، بس مشاعر المستخدمين معنا كتير مهم، لأن بيقولوا شركتنا up to date منا outdated. فهيدا النصيحة الأولى كتير مهمة لكل اللي عندهم شركة. حتى في كتير من فترة لما طلع مسلسل الجزء الأخير من Game of Thrones، كيف حتى شركات عديدة واكبت هذا الموضوع من خلال التويتس. صحيح. وما إلى ذلك. هيدا كتير مهمة. نعم. النصيحة الثانية هي متابعة صفحات منافسينا. أكيد هون مش عم نحكي عن سرقة الأفكار، بل لازم نعرف هل عم نشغل بشكل صحيح أو لا. متابعة صفحات منافسينا كتير مهمة، لأن نعرف حالنا إذا رايحين على الطريق الصح أم لا. وهون مش عم نسرق أفكار، لأن بالسوشيال ميديا ما بقى في شيء يتخبى. صحيح. على السوشيال ميديا نحن ممكن نطور الفكرة، ممكن نحفز الفكرة، وفينا نفوت على الكومنت تبع منافسينا ونشوف المستخدمين الاودينس تبعهم كيف عم بيعلقوا على المحتوى. اذا في شيء نيجاتيف فيدباك فينا نحن الاستفاده من الاخطاء منافسينا ونطورها، او ما نطورها، يعني نعمل شيء شبيه لها بس ما يبين كوبي بيست. نعم. عن النصيحه الثالثه هي ابتكار محتوى متسلسل. يعني هون تيبس
يعني هون نصيحة اليوم، نصيحة الأسبوع، نصيحة الثلاثاء، نصيحة الشهر، يعني الالتزام بجدول زمني ووعد، يعني يكون في هنالك وعد بين أو يعني لقاء والأودينس أو المتابعين دائما بيصيروا ينطرونا. فينا نواكب، في كتير منظمات عالمية بتواكب شهر كامل توعية من مرض السكري، توعية من مرض سرطان الثدي. فينا نحن نواكب هيدا المنظمات، عيد الحب، عيد الأب، عيد الأم، عيد رأس السنة، هول كلهم محتوى متسلسل فينا نحن نعود. مرتبطين أيضا بأول نصيحة اللي هي أنه نكون up to date أو مواكبين لأي حدث يحصل. صحيح. كمان فينا، حصل في مثل هذا اليوم فنان توفى، حدا سياسة توفى، نحط كوت قاله هو مع صورته ومنحطها في مثل هذا اليوم توفى كذا كذا. فهيدي كتير مهمة. نعم. نصيحة الرابعة، طرح أسئلة لجلب أسئلة. على الفيسبوك، على الانستغرام، على تويتر، على سناب شات، عطول في بولز. هيدي البولز فينا نستخدمها لطرح أسئلة على المتابعين تاعونا، لنشوف أسئلتهم. أسئلة المتابعين منحولها لمحتوى منحطها بشكل يومي، أو الأسئلة اللي بتجينا على فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام ما منقدر نحول لمحتوى، فينا نطلع فيسبوك لايف ونجاوب. يعني خلق تفاعل مع المتابعين لنا للاستفادة من تساؤلاتهم وتطوير أنفسنا. وأنا هم بدي أقول شغلة، صدقوني أكثر أشخاص بيعطوكم محتوى مجاناً هو اللايكرز. اللايكرز أي المستخدمين أو المعجبين بالصفحة. نعم. أكثر أشخاص فري. في كتير صفحات بيحطوا بوست شو عندكم فيديوهات على تليفوناتكم، بيطلعوها بالكومنت للفيديوهات. عم تتخيلي 4-5000 فيديو، يعني مصادر متنوعة. مصادر متنوعة. نصيحة الخامسة هي فولو لمواقع إخبارية لها علاقة بشركتنا أو بصفحتنا. على سبيل المثال، إذا عنا صفحة أكل وعملنا فولو لموقع اخبار متخصص بالاكل، نشر دراسه انه 90% من المستخدمين بياكلوا فاست فود. نعم. احنا فينا نحط هذا الخبر، هذه الدراسه، بس اكيد تكون موثوق الخبر، انه شو رايكم، هل انتم من 90%؟ منشن لرفيقك اللي بياكل فاست فود. هل انتم من 10%؟ خلق تفاعل وكونتنت. الخبر هو كونتنت، هو بوست بنحطه هيك بنريح راسنا انه احنا عندنا اخبار. كمان فينا نشترك بنيوزلتر البريد الالكتروني او النشرات الاسبوعيه او اليوميه، بنحط ايميلنا بنيوزلتر، بصير يوصلنا على الايميل عدة أخبار لها علاقة بصفحتنا، ومننشر هيدي الأخبار على الصفحة تاعتنا. أهم شيء الكوت يكون تفاعلي، يعني نتفاعل مع، يعني حتى طريقة وضع الكوت أو حتى تكون مفتوحة وليست مغلقة لخلق هذا التفاعل. صحيح. يكون في سؤال، يكون في منشن، يكون نحفز اللايكرز على التفاعل، لأن الألغوريثم تاع فيسبوك وإنستغرام بيشتغل على تفاعل الأودينس مع البوست. ليأرجي للأكبر عدد ممكن. إذا كانت هذه نصائحنا للشركات وطبعا الأفراد أيضا فين يستفيدوا من هذه النصائح والقواعد. واحدة، محتوى مجاني ما بيكلف مصاري، ما بحاجة لديزاينر، ما بحاجة لأديتر، ما بحاجة لشيء. هول الخمس نصائح مجانية لأصحاب الشركات أو أصحاب الصفحات، عشان عن جد كل شركات العالم العربي بيعانوا من ضعف في المحتوى. دائما بيفكروا انه شو بدي احط اليوم على الفيسبوك. يعني يبقى ان نكون متنبهين ونواكب كل جديد. صحيح. لنصنع افضل محتوى. أفضل شكرا محتوى. لك عمر قصص. مشاهدينا، سنذهب واياكم الى الاردن وزياره لمحميه دانا الخضراء، جنه اردنيه على الارض. نتابع. محمية دانا تأسست بال93، أسستها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. اللي بيميز محمية دانا أيضا أنها تمتد من 1600 متر فوق سطح البحر لغاية 200 متر تحت سطح البحر، بالتالي بتلاقي في تمثيل لثلاث أنظمة جغرافية بالمحمية: نظام البحر الأبيض المتوسط شبه الجاف، الإيراني التوراني، وإقليم السوداني.
وجودها إلى قليل الارتفاعات والانخفاضات أدت إلى وجود تنوع حيوي كبير في المحمية. سجلنا 800 اكثر من 900 نوع من النباتات، ثلاث من هذه النباتات لاول مره تسجل بالعلم وحملت اسم ضانه ضمن اسمهم العلمي. كذلك سجلنا 216 نوع من الطيور. الاردن بشكل عام يعتبر ثاني اهم موقع لهجره الطيور بالعالم، ومحميه ضانه تقع ضمن هذا الموقع الهجره. وحدة الدراسات والأبحاث هي بتعمل على توجيه إدارة المحمية إنها تدير هذا الموائل بالطريقة الصحيحة. عندنا كمان خطة تفتيش ومفتشين بيشتغلوا على حماية المحمية من الاعتداءات. عندنا السياحة البيئية، واحد من الأمثلة اللي بتدر كمان بمشاريع اقتصادية على المجتمعات المحلية. هاي المحمية أضافت للمنطقة أول شيء إحنا حافظنا على الطبيعة اللي إحنا موجودين فيها من تنوع حيوي سواء كان أشجار ولا حيوانات ولا طيور، جنبا إلى جنب مع تنمية المجتمعات المحلية. يعني إحنا لما نحكي عن 85 فرصة عمل بمحافظة طفيلة ولا الجزء الغربي من المحمية بمناطق جيوب فقر، بالتالي إنها يعني صار في عنا برامج استدامة. فزنا بجائزة السياحة البيئية على مستوى العالم، فزنا بجائزة المشاريع الاقتصادية برضو على مستوى العالم. يعني مثلا بيجي الزائر ببات يوم بيطلع دلالة مع الدليل، بشوف البساتين قرية ضانة وهو مفهوم الأجروتوريزم، يعني بشوف كيف الناس تشتغل في البساتين، بيكونوا مرتبين مع المجتمعات المحلية. ممكن الزائر يطلع مع راعي أغنام يشوف كيف بيصرح طول اليوم، كيف بيعمل الشاي على النار. إذن مشاهدينا موضوعنا التالي هو كيف نختار الفستان، فستان الزفاف قبل شرائه. الجواب من الدوحة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في القسم الأخير. نختار دائما أو نحتار قبل شراء أي فستان، وأمام الكثير من الخيارات تفرض الحيرة نفسها. صحيح رؤيا، لكن هذه الحيرة تزداد إذا كان هذا الفستان أي فستان الزفاف هو للزفاف. قد يكون اللون الأبيض محسوم، وحتى اللون قد لا يكون محسوم، لكن ماذا عن التفاصيل الأخرى؟ خبيرة المظهر والأزياء ميسة طه تجيبنا عن هذه الأسئلة مباشرة من الدوحة. أهلا بك. يعني اختيار فستان العروس ليس بالمهمة السهلة، ولكن قبل البدء يعني رؤية أو مشاهدة الفساتين، كيف نبدأ؟ يعني كيف نتحضر؟ هل هناك مقاييس محددة يجب أن تكون لدينا؟ سؤال صعب طبعا. صباح الخير أول شيء. كل عروس بتحتار تقول من وين النقطة اللي بدي أبدأ فيها. أنا بحس دائما أول شيء العروس لازم تفكر بأنه شو الستايل اللي بدها تمشي فيه، يعني شو ستايلها كعروس. يعني أول شيء حددي ستايلك، ستايل الكاركتر تبعك كعروس، هل أنت رومانسية، فينتج، كلاسيك؟ وياريت كمان إذا بتكون يعني عندها كمان محددة فكرة القاعة، لأنه حتى حجم القاعة وستايل القاعة بيتدخل شوي بستايل الفستان اللي بدك تختاريه. وتاني شيء كتير مهم البادجت، لازم إحنا نكون يعني حاطين ببالنا شو اللي بدنا نصرفه على هذا الفستان، لأنه هذا كمان بيحدد كتير وين بدنا نروح نشتري وشو الخامات اللي بدنا نختارها وشو يعني الـ يعني الأوبشنز اللي عنا من الديزاينرز. وبعد هيك بدك تبلش الشوبينج اللي هو بعد هيك من قبل ما نبلش الشوبينج اللي بنيجي لنقطة تكوني عارفة شو اللي بيلبق لك. هاي اللي دائما أنا بحكيها لعرايسي، إنه لازم تعرفي شو قصته اللي بتناسبك، درجة الأبيض مثل ما ذكرتي اللي بتلبق لك، وبعدين ابدأ الشوبينج. جميل. طيب يعني الفتاة عندما تريد أن تذهب إلى السوق لاختيار الفساتين أو فستان العرس، بتعرف هنالك عوامل خاصة بشكلها، بلون شعر، بلون العيون، بالوزن، أخبرينا بالموضة، أخبرينا عن هذه المعايير. صح
صح صح صح. طبعا يعني هو بالشكل عام فستان العروس معروف انه بيخبي كتير عيوب للجسم، بس بشكل عام في قصص ننتبه عليها بالقصات، سبيشلي المنطقة اللي هي من فوق. إذا أنت مليانة من فوق خدي شيء بكم، انتبهي حتى الفتحة إذا أنت مثلا قصيرة من فوق ناخد قصة مثل الفي. وخلينا نحكي كمان شوي على الموضة هلأ الجديدة، لأنه القصات الجداد بدهم يعني ننتبه مزبوط قبل ما نختارهم. موضة 2019-2020 إذا مننتبه فستان العروس أكتر ترند جديدة اللي هي الكيب، وهي صراحة مش أي عروس فيها تلبسه. يعني إذا أنت عروس قصيرة حتى لو أنك لابسة كعب عالي بدنا شوي نبعد عن هذا الستايل، بس إذا أنت ضعيفة وطويلة بيلبق لها كتير الكيب، وصراحة ستايل مميز يعني حتى عم فيهم يلبسوا الكيب بدل الطرحة. نعم. كمان موضة جديدة عنا اللي هي الريش، وشي غريب أن يكون فستان عروس فيه ريش. هذا كمان بنصح العروس المليانة تبعد عنه، لأنه الريش بشكل عام بيزود وزن. بس إذا أنت حابة تاخذي شيء من هاي الموضة خلي الريش يعني يكون في مناطق بعيدة أو موزعة. نعم. وكمان موضة كتير حلوة اللي هي البو اللي مثل الشبرة الكبيرة. صراحة من ننتبه أنا وين تكون موجودة، ممكن تكون وراء بالظهر حتى ما نجذب انتباه للبطن. يعني اختاري الموضة. نعم. اللي بتناسب جسمك، يعني من القصات اللي بتمشي معك. نعم. على كل حال يمكن الخيارات صراحة في نصيحة مهمة لما تكوني رايحة شوبينج. في شيء دائما العرايس بيحتاروا فيه، لانه بتاخذ معها كثير ناس على لما تروح تختار الفستان، او حتى عندي كمستشاره لما يكونوا جايين عندي ضروري انه يكون معاكي ماكسيموم 3 أشخاص، يعني 2 لـ3 أشخاص، يعني امك اختك يمكن كمان صاحبه، وهيك بكون كثير لان ايه كتار، لانه صراحه ما رح ترضي الكل، والعروس بتصير محتاره وبتفوت بدوامه طويله بهالموضوع، فما تاخذي كثير ناس معاكي. طيب على كل حال يعني هناك خيارات كثيرة، وفستان الزفاف سهل يعني لتصحيح شكل الجسم واختيار ما يناسب، ولكن اللون الأبيض تحديدا تدرجات كثيرة من الأبيض الناصع إلى يعني الباج وصولا إلى الفضي والذهبي. برأيك لون الفستان إلى أي مدى بيكون عنده تأثيره؟ كتير 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 كانوا يستهينوا في الموضوع زمان، بس هلا احنا كتير عنا عم بصير دائما في كتير دراسات على هذا الموضوع. اللون الابيض كتير بيفرق بشكلك وكتير بيفرق بطلتك، يعني ممكن تكوني مختاره فستان بجنن، بس اللون الابيض اذا فلنفرض انت لونك الاندرتون تبعه ذهبي ولابسه انت فستان الابيض بس الاندرتون تبعه اللون تبعه الابيض اللي هو على وردي على بينك، كتير رح يعكس، حيصفرك بزياده، مش رح يعطيكي لون مضيء، مش حيعطيكي لون منير. ونفس الشيء اذا انت بيضه كتير كتير ولابسه فستان ابيض على زرق كمان رح يعني يعكس لونك، مش رح يعطيكي اطلاله منوره. يعني كتير لازم ننتبه على درجات الابيض، حتى لما نقول فستان الشك تبعه على فضي او على ذهبي كتير بيعكس عليكي. فبنرجع نقول مثلا الوحيد اللي فيها تلبس ابيض ناسع اللي هي بيكون سمارها هي سمار غامق وبارد. فدرجات الالوان كتير بتلعب دور مهم قد اهميه قصة الفستان لجسمك. نعم. طب ميسا ماذا عن الأكسسوارات المرافقة لفستان الزفاف؟ نتحدث هنا عن الحلاق، العقد، أيضا التاج إذا كان في حال يعني تريد أن تعتمد على أكسسوارز خاصة بالشعر. صح صح. طبعا احنا يعني بشكل عام دائما بنحاول ننصح انه العروس تحاول تكون بسيطه، يعني انه مش ما في داعي لانه التاج كتير مرسع والسنسال كتير واضح والحلق كتير واضح، بس احنا بالعالم العربي منحب يعني بتلاحظ دائما باعراسنا العروس بتكون لابسه تاج، لابسه حلق، لابسه سنسال واسواره وساعه، مع انه كثير انا بنصح صراحه حتى بالاتيكيت انه العروس ما تلبس ساعه بخصوص الاكسسوار، بس هي مثل ما تقولي في شيء اساسي بعادات والتقاليد اللي عندنا. بس لما نحكي على الاكسسوار بشكل عام كثير ضروري تنسق بين المجوهرات يعني السنسال والحلق والهيد بيس. يعني اذا رح تختار هي تاج او رح تختار يعني قطعه اكسسوار على راسها مش مفروض التعريقات تكون كتير مختلفه. يعني ما تختاري شيء هنا مورد ومثلا والسنسال تبعك جيومتريكال شيبس مثلا، يعني حاولي تنسقي بينهم. ونفس الشيء بقول حتى على شكل فستان، يعني اذا كنتي كلك بتلمعي ومشكوكه فبلا ما يكون كل واحد ديزاين وكل واحد شك بطريقه، نختارهم كلهم بتنسيق وثيم معين. نعم نعم.
طيب برأيك هل يمكن للعروس أن تعتمد على التعديلات على فستان ما؟ يعني أن تختار فستان ويتم وعدها حيث اشترت هذا الفستان أنه رح نجرى عليه تعديلات معينة ليكون كما تريدين، أم الأفضل أنه لا أن نجد الفستان الجاهز والمناسب؟ السؤال كتير حلو على فكرة، وكتير عرايس بوقع في هاي المشكلة، بتكون شرط فستان ومتخيلة تعمل شيء تاني فيه. التعديل الوحيد اللي ممكن تعمليه بالفستان هو أنك تقصري نقطة أو تضيقيه نقطة إذا تغير شيء عنا بالوزن أو بالكعب فلنفرض. غير هيك لا، في عرايس بتشتري تقول لك بس أنا زعرفي لو بشيل كمامه أو بغيره أو برجع بشكه أو برجع بحط له ديل، هاي أكبر غلط ممكن تعمليه. اختاري من الأساس الشيء الصح، الشيء الوحيد اللي ممكن تعدلي فيه هي الطول، القياس، مش بالتصميم. مش نقول طب أنا بغير طرحته بعملها شيء تاني، هذا كله مصير شغل ترقيع مثل ما نقول، وما رح يطلع شكلك حلو. وأي تفصيل صغير قد يغير كثيرا في شكل الفستان؟ كتير كتير صح. وتعرفي أكثر شيء مهم أصلا شكلك، الفينيشنج تبعك، يعني إذا كل شيء ظابط، الخياطة صح والطريقة كلها طالعة بشكل نظيف ومرتب، هون بيطلع شكلك حلو. بس إذا بلشتي يعني تحطي أشياء على بعض راح يطلع شكلك بالعكس. نعم. يعني منقول مش شكله حلو ولا راقي ولا حقه فيه. نعم. طب ما النصائح الأخيرة التي توجهينها لعروس صيف 2019؟ بفضل أنه ننتبه، يعني كعروس دائما في نصيحتين مهمين مثل ما قلت بالأول، البادجت، العروس تكون واقعية، يعني إذا أنت وتنتبه على التفاصيل، يعني مش إذا أنت دافعة كتير معناها راح يطلع حلو الفستان، تنتبه على التفاصيل وتشتغلي نقطة نقطة عليه. وإذا أنت كمان البجت تبعك قليل، ما تكون توقعاتك غير عادية، تختاري خامات كتير بتكلف أو شكل كتير بكلف وتكون البجت تبعك قليلة. واحجزي الشعر والميك اب من اول يوم بتقرري العرس، لانه هذا كمان مهم، ما فينا نقول بالاخر بحجز او بعدين، من اول يوم بتحددي يوم عرسك بلشي تدوري على الفستان واحجزي الشعر والميك اب. جميل جدا. اذا خبيرات المظهر والازياء ميسة طه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره من الدوحه. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. يعني الأكل مهم جدا بالأعراس أكيد ولكن أيضا بصباح النور مهم كيف إذا المحصلة شهية مثل ما عم بنشاهد مع الشيف راسل. سهلا. أكيد الأكل مهم بالأعراس نمبر وان. يعني بتعرف. أكيد خلصنا الأطباق، السفرة صارت جاهزة بتجنن، عملنا زيادة سلطة الروكا، ضفنا عليها الروكا مع الفطر مع البندورة مع براعم العدس الصغير الناعم كمان طيبة معه، عملنا فتة بالمعكرونة الفرفلة، وعملنا المعكرونة كمان بالجوز مع محمرة حلبية خلطناها مع المعكرونة. هاي كانت ثلاث أطباق اليوم عملناها، كتير طيبة، بنصح كل المشاهدين يعملوها عن جد لأنها كتير طيبة ومناسبة الأطباق مع بعضها. شكرا لك شيف راسل. أهلا وسهلا. قبل الختام راوية لدينا تقرير جميل جدا من أستراليا، أنا شخصيا يعني أتوق لي عرضه. إذ يغضب أغلب الأولياء عندما يلاحظون أثار الطين على أبنائهم، بل يصل بهم الأمر إلى معاقبتهم حتى. ولكن لوزارة التعليم الأسترالية رأي مخالف، فماذا فعلت؟ نتابع الجواب في هذا التقرير. عادة ما يحاول الأهل الحفاظ على أطفالهم بعيدا عن اللعب بالطين ولا يشجعونهم عليه، لكن دراسات جديدة أثبتت أن هذا النوع من النشاط له فوائد صحية ونفسية وحتى ذهنية على الأطفال. المدارس الأسترالية من بين أولى المدارس في العالم التي أدرجت اللعب بالوحل على جدولها الدراسي لما يبعثه من إيجابية وشعور بالمتعة. اللعب في الوحل أو التراب أمر طبيعي وجوهري لأطفالنا، وإذا كنت تقف وتراقب يمكنك رؤية أن الكثير من التعلم يحدث. إنها مجموعة كاملة من القدرات والمهارات التي لم يلاحظها المعلمون خلال الفصل الدراسي، لذا فهي أداة إيجابية حقا لرؤية الطفل بطريقة أكثر شمولية. مدرسة داونهام بمدينة هوبارت في ولاية تاسمانيا الواقعة جنوبية أستراليا حفرت للأطفال حفرة طينية وفرغت يوما كاملا من كل أسبوع خصيصا لهذا النشاط. النشاط يأتي ثمرة توصيات خبراء التربية
بهدف تفريغ طاقات الأطفال في الهواء الطلق. أعتقد أن فوائد اللعب والتعلم في الهواء الطلق كبيرة وكثيرة، ويجب أن تشجع مؤسسات التعليم على تعلم المهارات اللازمة لنقل المعلمين والتلاميذ إلى الخارج. اللعب بالطين بحسب الدراسات يحفز هرمون السعادة في الدماغ ويزيد مناعة الجسم بسبب تكيف الأجسام المضادة من بعض الأنواع من الجراثيم الموجودة في التربة. تشكيل المجسمات والتماثيل بالطين ينمي المواهب الإبداعية والابتكار ويزيد المهارات اليدوية في زمن ابتعد فيه الجيل عن هذه المهارات بسبب التكنولوجيا. يعني وعد تربية الأطفال بالريف وهذه التقنيات التي أدخلتها وزارة التربية بأستراليا هي تحصيل حاصل. يعني بأي ريف لما بنشاهد الأطفال عم يلعبوا بالطين حتى داخل المدن، وهذا الإجراء يعني لا يقتصر حدوثه في أستراليا، أحد أو على الأقل أحد المدارس في لبنان تتبع أيضا هذا الأسلوب، وإن كان بغير الوحل بالمعجون أو أي مواد تانية ممكن أن تسبب أو أن تشعر الولد بحاسة اللمس الضرورية جدا وتفرغ طاقاته أيضا مثل ما ذكر التقرير. بكل تأكيد. على كل حال مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، نراكم غدا إن شاء الله، انتظرونا، إلى اللقاء.